نحن فريق النهج الذكي Smart Approach، لكن هذا ليس فريق عملنا، إنه فريق عمل يحاول التخطيط والتطوير والتطبيق ودائما يقع في الفخ، فخ توزيع المهام والمسؤوليات المتداخلة والمتزاحمة، يفشل في كل مرة في جعلها خططا مترابطة ومدروسة، مما يجعل النتائج غير صحيحة باستمرار. وبالتأكيد لن يتحقق المستوى المطلوب من الكفاءة التفاعلية داخل المؤسسة إذا استمر هذا الفريق بالعمل. نحن فريق Smart Approach، سنساعدهم عن طريق النهج الذكي Smart Approach. بدأنا بإنشاء موقع النظام الذكي لإدارة منهجيات العمل في المؤسسات، واخترنا لكم أساسيات إدارة منهجيات العمل، حيث يتضمن المرونة والسلاسة وأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ويميزه أيضاً توظيف التكنولوجيا الحديثة في ابتكار حلول إدارية متكاملة لمعالجة المشاكل المتكررة أثناء التطبيق، ويتضمن آليات تتبع دقيقة لكافة الإجراءات، ويكشف نقاط الارتباط ويتفادى الازدواجية في العمل، ويمكن نظام Smart Approach الإداريين من متابعة مؤشرات التقدم في تطبيق كافة المنهجيات المخطط لها. ولذلك دعونا نعرض لهم النهج الذكي Smart Approach وما يحتويه من مميزات. نشر وتعميم ثقافة التميز والجودة، تمكين الإداريين من متابعة تحقيق الإنجازات، التأكد من التنفيذ الدقيق وتوزيع المهام، استخدام البيانات والنماذج والمدخلات الصحيحة، ضمان تسلسل الإجراءات وفق تتابع منطقي، إمكانية القياس واستعراض النتائج والإخفاقات، سهولة تطوير وتحديث المنهجيات. والآن وبعد استعمال فريق العمل السابق للنهج الذكي Smart Approach، يمكننا الاعتراف بأنهم جزء من فريقنا، فريق النهج الذكي Smart Approach.